نفت مؤسسة البترول الكويتية صحة ما تم تداوله إعلاميا بشأن عرض الكويت كميات إضافية من النفط الخام للبيع في السوق الفورية، مؤكدة التزامها بخفض الإنتاج وفق الاتفاقية الموقعة بين دول أوبك والدول من خارجها. وقالت المؤسسة في بيان إن غلق مصفات الشعيبة أخيرا لا يعني وجود أي زيادة في إنتاج دولة الكويت الإجمالي من النفط الخام أو انخفاض إنتاج المنتجات البترولية. من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا واحدا وعشرين سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 52 دولارا وسنتا واحدا مقابل 50 دولارا وثمانين سنتا للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي. الخبير في شؤون النفط حسن قبزرد أوضح ضمن فترة إخبارية سابقة أن اشتعال الجبهة السورية أدى إلى ارتفاع سعر النفط في السوق الفوري إلى نحو 2%. اللي صار حدث يوم الجمعة هو الأحداث الجيوسياسية واشتعال الجبهة السورية أدى إلى ارتفاع سعر النفط في السوق الفوري تقريبا 2%. وصل الخام الأمريكي إلى أكثر من 52 دولار، ووصل الخام الإنجليزي البرنت إلى أكثر من 55 دولار. وأيضا هناك سبب آخر يمكن الاعتدال في زيادة المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى ارتفاع السعر شوية. الدول الأوبك التزمت بشكل كامل باتفاق خفض إنتاجها في انتظار روسيا أن توفي بالتزاماتها بشكل كامل، وروسيا تتكلم عن أبريل، منتصف أبريل. فكل ما زاد التزام، أعتقد دول أوبك ودول من خارج الأوبك في التزام في الاتفاقية التي وقعت في نوفمبر الماضي، فإن الأسعار ستظل على ما هي عليه، ممكن تزيد شوية.